معنا السيد لو بليز هيرو اليوم دي موند هو يعني بطل بطل الجزائر السيد عيط الحسين بلعيد رئيس نادي الابياء. راح نشوفوا يعني واش راهو يحس بعد يعني الفوز هذا وخاصه يعني بوكو دي كيلكو بروبليم في لا جيستيون في لا بروغراماسيون وخاصه نشوفوا الفريق تاعكم شغل كان فيزي وشنو هو هذا لو تيتر هذايا واش راك تحس سي بلعيد؟ انا قلتها انا اليوم رئيس فريق الاسعد في العالم وقلتها الفريق تاعنا كان فيزي كنا خايفين وجينا هنا قسنطينه حتى ولا كان في توب البطل ولكن كانت اشياء ما احنا ما تقبلناهاش انه الفريق يبعدوا هنا قسنطينه في حراره كبيره وكنا حابين نلعبوا في الجزائر العاصمه في قاعه حرشه اللي هي معقل تاع كره اليد ولكن الحمد لله الفريق والبنات كانوا واعيات بالمسؤوليه وقاموا باللقاء لقاءين نقول لقاء امس ولقاء اليوم في القمه والحمد لله ونشكر كثير الطاقم الفني على راسهم السيد مولاي فتح اللي قام بعمل جبار في هذا الفريق وخلاهم يقعدوا كونسونتري جوسكا لا دانيير مينوت وحماهم ونشكر من هذا المنبر نشكر قناه المرمى اللي هي القناه الوحيده اللي تنقلت لهنايا باش تنقل كل صغيره وكبيره وكانت بالك سون فير اتونسيون مي كانت سند لينا وين الاشياء حسيتوا روحكم يعني محميين حسينا رحنا محميين وعرفنا باللي كي تكون عدسه الكاميرا وسي داود عميروش اللي نشكرك الامور جرات في مايورام والحمد لله وراك تبجد راك توجد يعني السنه المقبله خاصه دوكا ولاو يعني فريق نادي الابيان ولا فريق تاع التتويجات يعني حتى العام الجاي ان شاء الله راكم مجددا الحاله ما نقدروش نولوا دوكا للور انا تتويج الخامس عشر وان شاء الله نزيدو نعملوا باش نتوجوا بالالقاب معاه في البنات ونزيدو نعملوا اكثر باش نتوجوا ونلحقوا المنصه التتويجات مع الذكور ايضا ما ننساوش بلي نادي الابيار هو اللي يمثل يعني كرة اليد في الجزائر العاصمة خاطرنا نشوفوا بلي يريد كرة اليد في الجزائر العاصمة يعني العاصمة بكاملها راهي يعني راهي ما كاشها كاع نشكره على هذا حسن التمثيل وان شاء الله على السلطات يعني خاصة تاع ولاية الجزائر دائرة بوزري ولاية المنتدبة بوزري وبلدية الابيار يعني يدعموا هذا الفريق خاصة هذا الانسان لو يمد كرة اليد الجزائرية خاصة النسوية والله عطيت لي فرصة نشكر السلطات تاعنا وخاصة البلدية على رأسهم رئيس بلدية خالد كرجيج اللي هما مورانا ومورا هذا الفريق بكل الدعم المعنوي ولا المعمل كوتي فينونسي راهم معنا والحمد لله سي غراس دي جون كيما هذوما اللي راهم على رأس البلديات اللي الرياضة تنهض ما يعني نقدرش ما نقدرش فريمون ننساهم ولا واش نقول لهم سا سوفي با باسكو هادو الناس يخدموا لبلديه الابيار اولا والشباب ثانيا والفرق الرياضيه. اذا هكذا نشكروا هكذا السلطات معناتها الوزاره الداخليه اللي راهي تساهم يعني في تطوير الرياضه الجزائريه على عبر يعني الولايات والبلديات والولايات المنتدبه. ودي جي اس ثاني نشكروه نحييه وسيد سيافي ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله نزيدوا نشوفكم دائما ان شاء الله في البطوله ان شاء الله في بطوله الافريقيه وانا نشوفوا ثاني حتى نادي الابيار راك تخدم مع لي سبونسور تحيه لهم ان شاء الله نشكرهم من هذا المنبر روسي لي سبونسور هذا العام الشركات اللي سندت فريق الابيار وعاونتنا وسقراص الاعانه تاعهم اللي لحقنا لهذا المستوى من تتويجات وان شاء الله يقعدوا معنا في الاعوام القادمه لمزيد من النجاحات وتحقيق بطولات اخرى ان شاء الله خاصه على الصعيد الدولي. يعطيك شكرا كان الحكايه بيناتنا كانت شيقه ويعطيك الصحه سي بلعيد نتمنى لك النجاح ان شاء الله.